بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: فصل في آيات المواريث. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية، والتي في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها. أحسن الله إليكم. آيات المواريث ثلاثة ذكرت في سورة النساء، يوصيكم أعد قوله. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، الآية، والتي في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخرها. نعم، تكون ثلاث آيات. لا تقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى. ولا الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآية. وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم الحليم. هذه الآية. قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله جنات. تحت بيان هذا بأن أن من أطاع الله فله فوز عظيم، ومن عصى الله فعليه الوعيد. ثم الآية الثالثة في آخر السورة: استفتونك قول الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد واخت. هذه الآيات في آيات المواريث، ثلاث آيات في سورة النساء. والسنة يا جماعة، السنة الحديث في سورة الطافلة ما جاء السنة: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، مع النصوص الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. في الكتاب الآخر فتح الرحيم العلام في درس السبت مر معنا أنه ذكر الآية الأولى، قال: إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. ذكرتم أنه لعله وهم أو نعم، خطأ من الطابع. نعم، هنا ذكر الآيتين وزاد تلك حدود الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا في بيان الآن، بيان أن مراده الآيات الثلاثة. تضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم. ولذلك تضمنت هذه الآيات الكريمات أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والإيضاح وفي غاية الحكمة، فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحمته وعنايته، وأنه أرحم بهم من والديهم. ولذلك وصى الوالدين بالأولاد، فالأولاد عند والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم، على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم، فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة، وإلا فقد ضيعوها وباءوا بإثمها وخسرانها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما يعني الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من والد بوالده، من أوصى الأولاد، أوصى الوالدين بالأولاد: يوصيكم الله في أولادكم. فدل على أن الله تعالى أرحم بعباده، وفي الحديث الآخر أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فذكر الله ميراث الأولاد وأن لهم ثلاث حالات: إما أن يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون المال، أو ما أبقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن. ويؤخذ من هذا الحالة الثانية: أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين. على عدد رؤوسهم. سواء
المال أو الباقي على دروسهم، إذا كانوا خمسة خمسة أسهم، إذا كانوا أربعة أربعة أسهم وهكذا. أما إذا كان معهم إناث فرجال الذكر سهمين، له سهمان والأنثى لها سهم، وأهل الفرض يعبرون بالرؤوس يقول رأس. فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان معهم صاحب فرض أو لا، فإن كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه كالأم والأب، وإلا فإنهم يأخذون بقية المال، وإلا فإنما يكون لهم على عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم إناث فالأنثى برأس والذكر برأس برأسين يعني، فالأنثى لها سهم والذكر له سهمان. نعم. ومن ارتفعت درجته حجب من حجب من دونه من الأولاد إذا كان سواء ليش هذا؟ الحالة الثانية. نعم. الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين. ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة يعني الابن يحسب ابن الابن إذا كانوا اجتمعوا، فالابن يحسب ابن الابن، فإذا لم يكن لك ابن فإن ابن الابن يأخذ يكون معصبا. نعم. إذا لم يكن لك أولاد ذكور فأبناء الأبناء كذلك يحلون محلهم. نعم. الحالة الثالثة إذا كنا إناثا. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون الأولاد ذكورا فقط، فإنهم يتقاسمونه متساوين. ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان الرفيع من الذكور. الحالة الثالثة إذا كنا إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب أو بنت ابن، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة. والحكمة ومن الحكمة في الإتيان بقوله فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم. التنبيه على أنه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين، كما زاد فرض النصف لما صرنا أكثر من واحدة. وقد نص الله على أن الأختين فرض على أن الأختين فرضهما الثلثان، فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء، وصار البقية بعد فرض البنات للعاصب. وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف وباقي الثلثين وهو السدس لبنت أو بنات الابن. سواء واحدة أو اثنتين، إذا خلف بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف وبنتي الابن سواء كان واحدة أو اثنتين لهن السدس تكملة الثلثين. نعم. هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعابا، وقد علمنا من ذلك أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزل. وأما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث. نعم. أولاد البنات من ذوي الأرحام. نعم. ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا منفردين أو متعددين. ثم ذكر الله ميراث الأبوين الأم والأب، فجعل الله للأم سدسا وثلثا، جعل لها السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقا منفردين أو متعددين، أولاد صلب أو أولاد ابن،
وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من الإخوة والأخوات اثنين فأكثر، وجعل لها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. نعم، يعني لو أتى الفرع الوارث فإن للميت فإن الأم ترث السدس، وكذلك إذا وجد جمع الأخوة اثنان فصاعدا ترث السدس. فإذا لم يكن هناك فرع وارث، يعني الميت ليس له أولاد وليس هناك جمع من الأخوة يعني اثنان فصاعدا، فلها الثلث. نعم، إلا في مسألة العمريتين وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، قضى فيها عمر رضي الله عنه بأن الأم تأخذ ثلث الباقي، يأخذ الزوج نصيبه والزوج نصيبها، ثم الأم تأخذ ثلث الباقي والباقي يكون الأب. وهذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه والصحابة، لأنها لو أخذت ثلث لكان إرثه أكثر من الأب. نعم، أحسن الله عليكم. يؤخذ من قوله تعالى فإن كان له إخوة أن أقل الجمع اثنان. نعم، أقل الجمع اثنان في باب الفرائض، هذا في باب الفرائض. نعم، أحسن الله عليكم. وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله تعالى وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان. هذا يعني استنباط، والفرضيون يقول هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه وأقر الصحابة في هذا، يعني اجتهاد وتفقه في النص كما ذكر المؤلف. وأما إيش؟ وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله تعالى وورثه أبواه، فإذا كان معهما أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل، أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم ورثه أبواه. نعم، فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم، فالله أعلم. هذا فيه، وقد حكم في عمر رضي الله عنه محضر الصحابة بذلك، فأعطاها ثلث الباقي والباقي للأب. يدل هذا أحسن عليكم أن الأصل أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى. نعم، هذا أصل الذكر يأخذ أكثر من الأنثى، وكذلك الأب لا في جمع صوره ما يأخذ أقل من الأم. نعم، أحسن عليكم. وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولاد، فإن كان الأولاد ذكوراً لم يزد الأب على السدس، وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب بالتعصيب بالإجماع. وإن كان الأولاد إناثاً واحدة أو متعددات فرض له السدس ولهن أو لها الفرض، فإن بقي شيء فهو لأولى رجل وهو الأب هنا، لأنه أقرب من الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبنيهم، فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. وإن استغرقت الفروض التركة لم يبق للأب زيادة عن السدس، كما لو خلف أبوين وابنتين فلكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين الثلثان. ومفهوم الآية الكريمة يعني لم يبقى شيء، لكن لو بقي شيء أخذه الأب لأنه هو المعصب. الجد الأب إنما يفرض له في مع وجود الفرع الوارث، وهو الأبناء الإبن أو البنت يفرض له
السدس كله السدس. ثم بعد ذلك إن كانوا ذكورا فإنهم أخذوا الباقي تعصيب، وليس له السدس والأم كذلك السدس، كل واحد منهم السدس. وإن كانوا بنات فلهم، إن كانت واحدة فلها النصف، وإن بقي شيء كل الأب، وإن كانت اثنتان فلهم الثلثان فأكثر، فإن بقي شيء فهو الأب، وإن لم يبقى شيء فقد أخذ نصيبه وهو السدس الذي فرضه الله له. نعم. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير بل بالعصب بأن يأخذ المال كله إذا انفرد. ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث أن الأب يرث بغير تقدير بل بالعصب بأن يأخذ المال كله إذا انفرد أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض وهو إجماع. نعم. وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين فإن الأمة ترث ثلثا كاملا مع الجد. يعني العمريتين زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، سمي العمريتين نسبة إلى العمر لأنه قضى فيهما. فإن زوج وأم وأب تأخذ مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، والباقي ثاني الأب، وكذلك زوجه وأمه قضى فيها هكذا عمر. والأصل أنها تأخذ الثلث لأنه ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، قضى فيها عمر بهذا كما ذكر المؤلف سنبط قال ورث وواه، يعني ظاهره أنه إذا لم يكن معهما أحد. والثانية زوجة وأم وأب يكون كذلك، يكون من 12، زوجة الربع ثلاثة، والأم ثلث الباقي. ثلث الباقي إذا قلنا من 12 يكون ثلث الباقي ثلاثة، والباقي الأب. نعم. أحسن الله عليكم. وأما ميراث الجدة أما مع الجد إذا لم يكن أكب كزوجة وأم زوج وأم وجد فإن الأم تأخذ الثلث كامل، والجد يفرض له السدس، فالجد يكون معصب. نعم، يكون من العصب. نعم. أحسن الله عليكم. وإيش وأما وحكم الجد حكم الأب في هذه الأحكام إلا في العمريتين فإن الأم ترث ثلثا كاملا مع الجد. نعم. وأما ميراث الجدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. ثم ذكر الله ميراث الزوجين وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد. أن يحصلوا لكم الجدة ولكم نصف ما تركت زوجكم إلا كله إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا بعد وصيته يوصينا بها، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم. فالزوجة أو الزوجات دائر الإرثم بين الربع وبين الثمن، فإن كان الميت فرع وارث فلها أو لهن إن كنا عدد الثمن، وإن لم يكن الفرع وارث فلها الربع. وكذلك الزوج دائر إرثه بين الربع وبين النصف، فإن كان الميت ليس له فرع فإنه يأخذ النصف، وإن كان له فرع الوارث فإنه يأخذ الربع. نعم. أحسن الله إليكم. الجدة لا يطلق عليها أم. نعم. قال هنا أن الحكم يأخذ من السنة حكم الجدة. نعم.
نعم. لا يقال أن يطلق عليها أم فيأخذ من القرآن؟ لا، في باب الفرائض لا، بس جدة لا حكم خاص بالسنة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم ذكر الله ميراث الزوجين وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ثم ذكر الله ميراث الزوجين وأن الزوج له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وأن الزوجة واحدة أو متعددات لها الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، فإن كان للزوج ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى، ولد صلب أو ولد ابن، فلها أو لهن الثمن. ودائرة بين الربع والثمن، الزوجة والزوجات، والزوج دائرة بين الربع وبين النصف. قال فرع الوارث، إذا وجد فرع الوارث فإن الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، وكذلك الزوجة إذا وجد فرع الوارث تنتقل من الربع إلى الثمن. نعم. أحسن إليكم. إن كان له ولد لكن له مانع، المانع وجوده كعدمه، مانع العرث القتل واختلاف الدين، وجوده كعدمه. إذا كان هناك مالك رقيق أو قاتل أو غير مسلم، وجوده كعدمه لا يمنع ولا يحجب. نعم، لا يرث ولا يورث ولا يحجب. ولذلك يقول الرحل: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك في اليقين. هذا يمنع من الميراث إذا كان واحد رق وقاتل واختلاف الدين. فالرقيق أو القاتل لا يرث ولا يورث ولا يحجب. نعم. ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب ولا الجد. نعم، لأن الرقيق مال يباع ويشترى فلا يملك، والقاتل كذلك لا يرث كما هو معلوم، وكذلك إذا كان دينه مختلف عن اختلاف عن دين الميت كذلك إذا كان مسلم فلا يرث ولا يرث. نعم. وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم. وأما ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأم وأنهم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجد. نعم. وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة يعني من الأم، ولا أخ ولا أخت من الأم، وإن كان الرجل الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، ميت الذي لا ولد له ولد يسمى كلالة. في هذه الحالة إذا كان مثل كلالة يرث الأخوة من الأم، ولهذا قال: وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ وأخت. في بعض قراءة وإشاذة من الأم تحمل على التفسير، فالأخوة من الأم يحجبهم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الستة يحجبونه. إذا وجد واحد من هؤلاء الستة لا يرث الأخوة من الأم: أب، جد، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن. نعم. أحسن الله إليكم. يعني القيد من الأم هل هو مأخوذ من القراءة الشاذة ومن السنة؟ السنة، لكن هذه القراءة الشاذة تفسير. نعم. أحسن الله إليكم.
فللواحد من الإخوة من الأم أو الأخوات السدس، وللاثنين فأكثر الثلث. نعم، والذكر والأنثى سواء، الواحد وإن كان رجل وذكى الآية، وإن كان الرجل وذكى ثلاثة أو امرأة ولا أخ ولا أخت، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الواحد له السدس، واثنان فصاعدا لهم الثلث، والذكر والأنثى سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها، ومن بعد الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وقد اتفق العلماء على ذلك، وشرط الله في الوصية ألا تكون على وجه المضارة بالورثة، فإن كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. نعم، بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار، غير مضار. الله تعالى قدم الوصية على الدين لأهميته، لأن مظنس قد يتساهل بالوصية، فالدين يؤخذ من رأس التركة ثم الوصية تنفذ إذا من الثلث إذا كانت غير ليس فيها مضارة، ثم بعد ذلك الإرث. نعم، الحقوق المتعلق ب، هناك حقوق تتعلق بعين التركة، مثل أجرة تغسيل الميت وأجرة تغسيله و وحفر القبر وغير ذلك مقدم، ثم بعد الدين ثم الوصية ثم الإرث. نعم، أحسن الله إليكم. والديون التي بها رهن مقدمة على الديون التي ليس بها رهن. نعم، 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 وصية كل وارث، يقول لا وصية للوارث. نعم، نعم، هذا في الأول، في الأول يوصيكم في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الورثون إن ترك خير الوصية والدين والأقربين بالمعروف في حق المسلمين قبل، ثم نزلت آيات المراث، هذا قبل آية المراث. نعم، قبل نزول آية المراث. نعم، وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها، فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان، بأن يعطى وارث فوق حقه أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم، بأن الأنثى الواحدة لها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. يستفتون يقول الله فيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وأخت ولها نصف ما ترك. نعم، ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم وأخواتهم، بأن الأنثى الواحدة لها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يحسن عليكم، قالوا لغير أم يعني لأب أو لأم وأب. نعم، لأب أو شقيق. ميراث الأخوة. نعم، ثم ذكر في آخر السورة ميراث الإخوة لغير أم. نعم، وأخواتهم، يعني سواء أشقاء أو لأب. نعم، بأن الأنثى الواحدة لها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء ويقال فيهم أحسنوا لي ويقال فيهم كما يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا كانوا أشقاء أو لأب، فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة لأب.
نعم لأنهم أقوى، لأنهم يدلون بجهتين، فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. أما إذا كانوا أخوة أشقاء تساووا للذكر المتواطئين، أو كانوا أخوة لأب وليس هناك أشقاء تساووا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن وجد أشقاء أخوة أشقاء وأخوة الأب، فالأخوة الشقاء يحجبون الأخوة لأب. نعم. وإن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء، فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. وما سوى هذه الفروض وإن كن نساء شقيقات وأخوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق للأخوات للأب شيء. نعم، يعني أختين الشقيقتين وأختين لأب، وأخذ الأختان الشقيقتان نصيبهما ولم يبقى شيء للأختين لأب. نعم. فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين. نعم. وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. في الحاشية قالوا أخرجه البخاري ومسلم. إيش؟ وإن كان؟ وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعمام وبنيهم وولاء يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه مسلم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة. أولى رجل ذكر يعني أقرب رجل، يعني إذا بقي شيء من الفروض، إذا بقي شيء من التركة وأخذ أهل الفروض فروضهم، فالباقي يكون لأولى رجل ذكر معصب. وأصبح كما هو معروف مقدم الأبوة، يعني مقدم جهاتهم هكذا يقول أبوة، أبوة يدخل فيها الأب والجد، ثم أخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم بنوهم، ثم ولاء. ومن يورث الأخوة مع الجد يقول أبوة، ثم جدد، ثم أخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء. هذه جهة التقديم. فيقدم يعني الجهات هذه تقدم على من دونها. فإذا أخذ أصحاب فروضهم وبقي ننظر، يعني إذا وجد من الأبوة مقدم يكون له أب أو جد يكون له أب، فإن لم يوجد أخ فإن الأخ يأخذ، فإن لم يوجد أخوة وجد عم يكون العم هو الذي يأخذ، فإن لم يوجد أخوة انتقل بنو الأخوة، وجد ابن أخ فإنه يكون له الباقي، فإن لم يوجد انظر العمومة يكون العم هو الباقي، فإن لم يوجد عم فيكون ابن العم، فإن لم يوجد فالولاء إذا كان معتق، إذا كان عبد معتق وله سيد أعتقه يكون سيده هو الذي يرثه. نعم. والأعمام أحسن الله إليكم إن كانوا لأم أو الأعمام إن كانوا لأم أو لأب وأم؟ لا الأعمام للشقاء والأب. نعم. الأعمام لأم من ذوي الأحرام. نعم. فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب منزلة، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو نعم. الشقيق المنزلة يعني هذه أو الجهات تقدم جهة الأخوة على العمومة. فإن وجد أخ شقيق وأخ لأب
كل منهم في جهة واحدة يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى، ولا يعطى العم مع وجود أحد من الأخوة شيء، ما يرث العم مع وجود أخ شقيق أو أخ الأب، فإن لم يوجد كذلك إلا عم ينظر يكون الميراث العم، فإن وجد عم شقيق وعم الأب يقدم العم الشقيق لأنه أقوى يدري جهته، وهكذا ابن العم إذا وجد ابن العم وابن العم، ابن العم الشقيق ابن العم إذا لم يوجد أحد من الجهات إلا ابن العم فإن يكون له ميراث، فإن وجد ابن العم الشقيق وابن العم الأب يقدم ابن العم، فالميراث ابن العم باقي لابن العم الشقيق لأنه أقوى يدري بجهتين. نعم أحسن الله إليكم. العم لأم هل هو من ذوي الأرحام؟ العم من ذوي الأرحام. نعم أحسن الله إليكم. فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل تكلم العلماء في الحكمة من أن الإخوة لأم يتساوون ذكورهم وإناثهم وغيرهم يكون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، لأن الإخوة من الأم، يعني الأصل أنها من أدلى بالأم لا يرث، يكون ذوي الأرحام. نعم، خلاف الإخوة من الأب لأنه من العصبة يرثون يرثون ويعقلون، بخلاف الإخوة من الأب ليس من العقل ولا من يعني تحمل دية العاقلة، يتحملها العصبة، وهذا ليس من العصبة، الإخوة من الأم ليس من العصبة فلا يتحملون شيئا ولهم، فكان له ميراثهم ليس كميراث الإخوة الأشقاء والأب. نعم. فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مؤلف رحمه الله وعلى يعني ذكر يعني إجمالا ما يتعلق بالآية، ولا الفرائض الميراث لها تفصيلات ولها مؤلفات خاصة الآن، تفصيلات كلها مأخوذة من السنة من 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 الآيات ومن الحديث. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال رحمه الله: فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هل لأحد الورث أن يتنازل عن ميراثه؟ نعم. هل لأحد الورث أن يتنازل عن ميراثه؟ كيف يتنازل؟ لا لا، ميراث هذا يدخل في ملكه ميراث قهري، ليس له، إذا حب يتنازل عند المحكمة عن حق لفلان بعد قبضه. نعم، بعد قبضه وفرض، هذا فرض، لا فرضه الله، معناه يتنازل عن الشخص، معناه تبرع به، تبرع بحقه، لكن ما يقبل في يقول تنازل فلان حتى لا بد يكون المحكمة عند الحاكم الشرعي، يتنازل يكتب تنازله لفلان، حق لفلان معناه هبة، وهب حقا لفلان. أما ما يفعل بعض العام يقول أنا ما أنا حقي لفلان كذا، ويكون مثلا ليس أمرا واضحا، وقد يكون فيه يعني محاباة، أو يكون مثلا يعني ليس
قصده التنازل الحقيقي هذا لا يقول، لابد تنازل، تنازل صحيح، سجل تنازله، وأنه تنازل عنه لفلان أو لفلان أو للورثة جميعا. نعم. وإذا كان درءا للمفسدة، درءا للمفسدة تحصل وقت إشكالات بين الأولاد، ما يخالف، لكن يكون تنازل حقيقي، ما يكون شيء يعني شفه. هكذا كلام. نعم. تنازل الحق سجل. نعم. أنا تنازل حق لفلان. نعم. صلى الله عليك. قسمة التركة قد تكون تقسم عن من جهة المحكمة والحكم الشرعي، يقسمها ويكون يتنازل، هو يثبت تنازله ويسجل تنازله، يكتب تنازله. نعم. قال رحمه الله: لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا، بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة. لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا، بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة. يقول الله تعالى أباحه، قدره قضاء قدر سبحانه وتعالى النكاح والتوالد قدرا، وأحبه شرعا. كلمة الشيخ رحمه الله بأن هذا قدره الله وأيضا وشرعه، سبحانه القدر الشرع. لما من الله. نعم. لما من الله. لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا، بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد، وهي من محاسن الشريعة. تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد، وهي من محاسن الشريعة. والشريعة كلها محاسن، وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. يقول تعالى هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تقوموا بحق النساء اليتامى التي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أن ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن التي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي أن لا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح. يعني قبل الخطبة في هذه الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، لأنه قال فانكحوا بعضهم من الخطبة لا تقسطوا باليتامى. يعني إذا كان عنده إنسان يتيمة، قد يكون مثلا ليس له ولي إلا ابن عم ولو أن يتزوجها، فإذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يعدل ويعطيها مهرا مثالها. فإن خاف على نفسه عدم العدل فإنه يتجاوزها إلى غيرها. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع. نعم. صلى الله عليك. والسنة جاءت بهذا، مثل ما جاء في السنة في عائشة رضي الله عنها قالت أنها في اليتيمة التي تكون حجر وليها، وهو لا يقسط في مهرها، يعني لا يعدل، فإنه ينكح غيرها من النساء. نعم.
فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة، من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل. يقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياة، وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة. ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره. يخطب. نعم، فرق بين الخطبة. الخطبة في خطبة النساء والخطبة في الموعظة. الخطبة يخطب. نعم. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره. قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل، ولا يزيد على الأربع، لأن الآية سيقت للامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا. وذلك أن الرجل قد لا تندافع شهوته بالواحدة، أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإن خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة، أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة. فإن خصما لا تدل فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أو يأخذ ملك اليمين يتسرع عن ملك اليمين، ملك اليمين سرها لا يجب لها العدل. نعم. هل يقال من حق التعدد أو الاقتصار؟ نعم، هذا التعدد لمن يعني غلب بعض العالم من نفس العدل، وإلا فالاقتصار على واحدة. فإن خاف ألا يعدل اقتصار على واحدة. قد قال الأصل هو يعني التالي، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كما قال بعضهم إن الأصل يعني التعدد. نعم، يعني بدأ مثنى. نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. ولكن بعض المعاصرين يحتج بهذه الآية، يقول إن التعدد مقيد بالشرط إن خفتم لا مقيد مقيد بالشرط المذكور، وإن خفتم لا تقصدوا في اليتامى، فيقول لا يجوز التعدد إلا بهذا الشرط. نعم، ليس له. نعم، أوكي. فإن خفت ولا دل فواحد، فليقتصر على واحد، ليس له. إذا كان يعرف من نفسه ويعرف من عدم العدل فلا يجوز له التعدد. نعم. وإن خشي عن نفسه الوقوع في الحرام، يعني خشي عن نفسه يعني عدم الاكتفاء بواحدة. نعم. ودخل في موضوع العدل هنا، ألا يرجح عدم الوقوع في الحرام؟ لا، لابد من العدل. الظلم يعني الظلم ممنوع. نعم. العدل طبعا في المبيت والنفقة. نعم، في المبيت والنفقة، أما ميل القلب فلا عدل به في النص. هذا هو العدل في أربعة، في النفقة والكسوة والسكنة والقسم. نعم. النبي قال الله ما إذا قبل قسمي فيما أملك فلا تملي فيما تملك ولا أملك. نعم. وإن كان الحديث غير بضعفي، لا بد من هذه العدل في هذه الأمور. فإن علم من نفس العدل أو غالب أظنه له التعدد، وإلا فإنه لا يجوز له. نعم، لا يجوز له التعدد. نعم، يقتصر على واحدة، ما عنده استطاع نفقة ولا كسوة ولا سكنة ولا قسم. نعم. بعضهم يستدل بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يقول أن العدل غير ممكن. نعم، العدل هناك يختلف عن هذا. يعني العدل هناك هو الذي يستطاع
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل قسمي في أملك فلا تلوني فيما أملك فيما تملك ولا أملك. وهو المحبة في القلب وما يشاء أنت من الوضع، هذا هو الذي لو استطاع معفونا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء. وأما العدل هنا فالعدل في الأمور الأربعة، نعم العدل في الأمور الأربعة واجب. وأما العدل في المحبة وما يشاء أنت، هذا هو الذي لا يستطاع وهو معفون عنه. نعم. أحسن عليكم. بعض الدول منعت التعدد وأفتاهم بعضهم من قال إن للحاكم أن يقيد الحلال. ها؟ بعض الدول منعت التعدد، تعدد الزوجات، وأفتاهم بعضهم قال للحاكم له أن يقيد الحلال. إيش الحاكم؟ الحاكم قالوا له أن يقيد الحلال. الله على كل حال مسألة أخرى. نعم مسألة. أحسن عليك. ها؟ المحبة، محبة القلب وما ينشا عن هذا هو الذي لا يلام عنه، يعني ليس بيده، لكن النفقة والكسوة والسكنة والقسم، كل واحدة ليلة مثلا، والنفقة والكسوة والسكنة هذه هي التي يجب فيها العدل. نعم هذا حسب حاجة المحبة ثانية محبة القلب، هذا هو القلب في قال الله تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. يتكلم على الوطء أحسن لك. نعم. يتكلم على العدل في الوطء. إيه هذا هو داخل يقول لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء. في موضوع الميل. نعم. هذا محبة القلب وما ينشى عنه هذا إلى الله. نعم. نعم. هذا الظاهر لابد يكون العدل سواء. يكون سواء. قوله تعالى: ذلك أي الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين. قوله ذلك أدنى ألا تعولوا. قوله ذلك. نعم. ذلك أي الاقتصار على الواحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا، أي تظلم وتجور. ويستفاد من هذا المعنى أي إيش؟ أي تظلم تهضم تظلم من الظلم. تظلم أدنى ألا تعولوا أي تظلم وتجور. ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له. بل ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام. أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء. أحسن مرة أنه إذا يعلم نفس العدل فإنه في ساعة يلزم الساعة، وليس له أن يقدم على التعدد وهو يغلب على ظنه أنه لن يعدل. نعم. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليه حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن. وآتوا النساء صدقاتهن. نعم أي مهورهن. ولما كان ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، أي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس منه شيئا. وفيه أن المهر للمرأة وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها وإن كانت رشيدة أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها. إيش وفيه؟
وفيه أن المرء وأن المهر للمرأة وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة. يعني الله أضاف لهن قال وآت النساء صدقاتهن يعني مهر فالمهر لها فهو لها أو يعطى لها أو لوليها أو لوكيلها. نعم فيه أنه يعطى. نعم. وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها وذلك يقتضي الملك. قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه فكلوه هنيئا مريئا أي لا تبيعة عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع وأنه قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا أي لا تبيعة عليكم فيه ولا حرج إذا طابت نفسها بشيء منه. نعم. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. نعم. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب وأنه ليس نعم وأنه ليس لوليها من الصداق شيء. نعم. إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. نعم. لأنه الآن في بعض الأماكن المهر يأخذه الأب أو يأخذ جزءا منه يعني متعارف عليه هذا. ذكر العلماء أن أو جاءت مصدلة على أن الأب يأخذ مال ولده بشرطين لهنا. الشرط الأول ألا يضر به والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر فلا أخذ ما تتعلق حاجتها بها ما زاد عن حاجتها ولا يعطيه لولد آخر لكن ماذا تحتاج المهر فلا يأخذ. نعم. سواء من المهر أو من غيره ماذا تتعلق حاجة الولد في هذا المال لا يأخذ لا يأخذ ما زاد له أن يأخذ في هذا بالشرط الشرط لا يحتاجه ولا يعطيه لولد آخر. نعم. حق وين هذا الحديث ما هو الحديث ما في ما هذا الحديث. نعم. وأين هو أين الحديث ما أخرجه هذا الحديث. نعم. لا لا جب تأثب الحديث. نعم. نحسن الله. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله على الثنتين. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله على الثنتين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق وإن لم يسمى فمهر المثل. نعم. وفي هذه الآية. نعم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق. نعم. وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق وإن لم يسمى فمهر المثل يعني يفرض مهر المثل أمثالها إذا لم يسمى المهر يفرض لها مهر أمثالها من النساء. أخواتها من نسائها وبني عمها وبني عماتها وخالاتها وغيرها. نعم. يفرض لها مهر المثل. نعم. المثل يعني مثيلاتها في المرك في المكان وفي في الزمان والمكان والبلد. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن له ذلك خاصة كما قال تعالى
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الخصوصية خالصة لك، إذا الإنسان تزوج بدون مهر، المهر لا بد منه نص، والنبي صلى الله عليه وسلم استثني قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، هذه خصوصية. نعم، خالصة لك من المؤمنين. نعم. وفي قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. يقول فلا تعضلوهن، يعني كأن يحكي أزواجهن، هذا مخاطب به الولي، دل عنه لا بد من الولي، وفي الحديث لا نكاح إلا بولي والشاهد العدل. فالولي هو الذي يتولى العقد النكاح، والولي درجة الأب ثم الابن ثم ابن الابن والأخ ثم الأخ ثم العم ثم العم. نعم، لا يكون بعد الأب الجد. نعم، الأب والجد. نعم، الأب والجد وابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم العم. يعني الولي لا بد أن يتولى، فإن لم يكن له، فإن لم يوجد ولي فالحاكم الشرعي قاضي هو الذي يتولى العقد، حاكم ولي ومن لا ولي له. أعد كلام الشيخ. وفي قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصب. نعم. ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. نعم، الترتيب. نعم، الترتيب. وإذا عضل واحد أو ابتلع تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده، يسقط ولايته الحاكم تنتقل إلى من بعده. إذا عضل الأب مثلا وليس بعده الأخ تنتقل، ينقلها الحاكم إلى 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 الأخ، وهكذا. إذا عضل الأخ يعني منع فالحاكم يقولها إلى ابن الأخ، وهكذا. هون ترفع أمرها للقاضي، لأن الآن نعم نعم في أكثر من سؤال نسأله الآن في موضوع العضل، تبقى لأربعين أو فوق الأربعين ما تتزوج. نعم، قد يدعي العضل وليس هناك عضل، لا بد ينظر يعني هل هو عضل أو ليس هناك عضل. هي لها الحق أن تذهب للقاضي دون علمه تقول له والدي يمنعني من الزواج؟ ممكن. ثم لكن هو يحول الولاية إلى عمها. لكن يعني هذا فيه يعني تأمل ونظر، يعني في هذا تكون من طريقها ومن طريق غيرها. نعم، حتى يتأكد من العضل. نعم، يعني بعض النساء بلغ جاوزت 40 والوالد لا يرضى بزواجها، لا بد من التأكد من العضل. نعم، لا بد من ثبوت العضل، لأنه قد يعطيهم عضلا وليس بعضل. نعم. نعم، حتى في الميراث من الجد كذلك أيضا فيه أن الجد يقوم مقام الأب وأنه يسقط الأخوة، وليس الأخوة ميراث مع الجد. والقول الثاني أن الجد يرث مع الأخوة. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. دخل في تفسير الآية الجديدة الآن. تفسير الآية الجديدة الآن. كم؟ تفسير آية جديدة الآن يا أيها الذين آمنوا. بركة. كلام طويل. درس. ها؟ كلام طويل. المساء إن شاء الله بعد المغرب. السنن. بعد المغرب؟ بعد المغرب إن شاء الله. بعد إن شاء الله. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.